نتأخر يا أمه، ولكن شوقتي لسماع الأخبار جعلت تحسين بأن الوقت طويل. قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. المعذرة يا أم سليمان، فواجب الخليفة والقوم أخرنا عنكم. تعال واجلس، فأمامك محمد العصيبة، ارمي لنا ما حدث. على الرحب والسعة، هل من خدمة أسديها لكم؟ نعم، جئنا نسألكم لماذا أخرجتمونا من ديارنا؟ جئت كي أسألك عن طفلي. نحن لم نخرج أحدا، جئنا المدينة ووجدناها خالية إلا من بعض العجزة وقد تركنا من العام، وطفلا صغيرا لا أدري كان هو ما قصد. أريده في الحال، أريد حالا يا سيدي. اذهب واحضر الطفل. ولكن هل لي أن أسأل لماذا لم يحضر الرجال بدلا عنكم؟ خافوا أن تقتلهم، بل أقصد خافوا أن تقتلوهم. أقتلهم؟ ومن أخبركم بذلك؟ هل فعلنا ذلك من قبل؟ ومن يضمن لنا بأنكم لن تغدروا بنا؟ إذا كان كل ما سمعتي لا يكفي فلا يسعني إلا أن أقول إن الضمان الوحيد لكم هو ثقتكم في كلامي، لأنكم لستم في وضع يخولكم لأن تطلبوا شروطاً وضمانات. فالضمانة الوحيدة
أنجزنا. أجل يا خليل، فمعظم الناس قد اطمئنوا لنا، فمنهم من دخل الإسلام ومنهم من عقد الصلح. هذا صحيح، وأنا مع رأي خالد والله. التباطؤ يعود النفس على المتعة. نحن لسنا هناك المتاح. أذنوا في الناس للرحيل وأعدوا الجيش، ننطلق مع الفجر. أنا على بركة الله. يا جند الله، الآن وقد استرحتم، أحسب أن باستطاعتنا الانطلاق بجديد. أعلم إذن أننا قد بلغنا الحيرة لا يفصلنا عنها شيء، فاستعدوا لمعركة حاسمة فاصلة. إن حسمناها لصالحنا نكون قد أنجزنا المهمة التي أوكلنا بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعدوا إذن، ننطلق مع الفجر. هدية زواجنا سوار من الذهب الخالص مصنوع في الشام، اشتريته خصيصا ليليق بأجمل جميلاتنا. لا أريد هدية غيرك يا خالد، سأقدم قربانا لآليا لتحميك وتقيك لي. سأبقى وكيل محيط ولم يدري ولكنك فارس بني مخزوم وزين جيرانك، وأخاف أن تحسدني النساء عليك. أتعي الحق أن لا تفارقني؟ ولا أريد أن أتوقع ما هو الأسوأ في كل ليلة من انتظار زوجي. أقبل الموت. أختي العزيزة، هذا البيت بيتك تعيشين فيه ما حبيت، ولكنني والله أريد استقرارك وسعادتك. أعذرني يا أخي. Thank you.
لكن الجسد لم يعد قادرا على تحمل الانتظار. لا عليك يا عمي، فوجودك يكفي. مرحبا بك ايها المرسوبان. مرحبا بمساعدك. مرحبا بك ايها المرسوبان. كلفت نفسك وجئت. لو اشرت الينا اشاره فقط لذهبنا اليك. الامر عاجل، لا يحتمل اي تاخير. خيرا من علبه الزباله. احكي لهم يا اخي، قل ماذا هناك؟ انتم تعلمون كما اظن بخالد وجيشه. اجل نعلم، لقد بات الان في امريشيا. حسنا، وهو لن يقيم في امريشيا ولا شك. بل ما احسبه الا بدا التقدم نحونا، فما المطلوب منا؟ المطلوب خالد عربي مثلك، وليس هناك من هو أعلم منكم بقتال قومكم. قلنا تتحملون أنتم مسؤولية مجابهته والدفاع عن عاصمتكم الحيرة. هذا صحيح يا سيدي، لو أن لدينا قوات تقاتل أو جيوشا تجاهل، لكنكم لم تدعوا لدينا لا هذه ولا تلك. لكنكم أنتم قبائل وهم قبائل. بل هم جيش حقيقي منظم ومدرب، خاض معارك كثيرة من يهفب حتى هنا، واكتسب خبرة لم يكتسبها غيره. فلماذا تريدنا أن نقاتله يا خردبة؟ بصناع الحيرة أم بفلاحي القرى؟ الكل يستنفر، كل الناس، أهل الحيرة، فلاحي السواد، قبائل العرب، فلا يزال هناك. لم يبقى هناك أي وقت، فقد أكد لي أحد العيون للتو أن خالدا تحرك فعلا. تحرك من الميليشيا باتجاهنا؟ إذا ينبغي أن تتحرك، أن تقاتل. هذا ملك الحيرة، ولكن ماذا بيدي من أمر الحيرة؟ ماذا بيدنا كلنا؟ ولا حول لنا ولا قوة، لا أمر ولا نهي، مجرد أتباع عند طلب الأوامر فحسب. فتحملوا أنتم الوزر وقاتلوا عن أنفسكم قبل أن تقاتلوا عن الحيرة. يا من جربتمونا بكل صلاحيات وسلطة، كيف وليس لديكم شجاعة؟ كيف ولم تتركوا لنا أي شجاعة؟ استبدلتم السلطات كلها لتتركونا صورا على كراسي وحسب. الذي تقوله يا عم؟ إن هو إلا رجل قسم. قل أنت إياس ابنك، ماذا تقول؟ إنما عمر حكيمنا والمجرد فينا، وما قال إلا الحق. ماذا تعلم؟ أتتخلون عنا؟ ألا تقاتل خالدا؟ وهل سنقوى على من لم تستطع أربعة جيوش القضاء عليه؟ هكذا إذا. هلم يا خلوة، هيا بنا.
يمكن الاعتماد على هؤلاء العرب. لا يمكن الاعتماد عليهم. لكن في هذه الحالة كرههم للإسلام يجعلنا في خندق واحد. اطلب نجدة من كسرى إذا. قد جهزت إليه رسالة عاجلة له. أنا ابن أمريكا، ماذا تريد؟ أريد أن نعتمد على أنفسنا الآن. أن نقاتل بما لدينا من قوات هؤلاء البداة الأجلاف. نقاتلهم يا أبي، نحن نقاتلهم. إذن تأخذ ألف فارس وتنطلق في الحادي. تعتمد طريق خالد إلى الحير وتناوشه إلى أن ألحق بك. وهو كذلك يا أبي. أرسلها مع الحباب الزاجل.